من أسئلة الكتاب Solve Problems 35 and 36 and Graph، مدينا Double Inequality 4-7x، عندنا 4 constant مع 7x، نطرح 4. طالما طرحت من الميدل بارت لابد نطرح من الرايت بارت أيضا ومن الليفت بارت، نيجاتيف 3-4. كده نقدر نكنسل الفور مع النيجاتيف 4 يدينا نيجاتيف 7x less than 18-4 14 greater than or equal to نيجاتيف 7. عندنا نيجاتيف مع الاكس ترم هضرب في نيجاتيف 1 عشان نتخلص منها، يبقى 7x طالما ضربت في نيجاتيف لابد اغير اتجاه الانيكواليتيز نوتيشنز، يعني الجريتر ذان تبقى ليس ذان والليس ذان تبقى جريتر ذان، يبقى 7x less than or equals to 7 وgreater than or equals to negative 14. نلاحظ ان غيرنا اشارات الثري ترمز، نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بقت بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف. عندنا 7 كوفيشنت مع الاكس، نقسم كل 3 بارتس على 7 يبقى اكس less than or equals to 1 وgreater than نيجاتيف 2. يفضل نعدلها يبقى اكس greater than نيجاتيف 2 وless than or equals to 1. شمال الاصغر يسار والأكبر يمين. ممكن نكتبها على شكل interval notation من negative 2، negative 2 مش معانا لل 1 وال 1 معانا حطيت bracket. هو طالب جراف فنرسم النمبر لاين negative infinity جهة اليسار و infinity جهة اليمين، 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 مش معانا حطيت parentheses وال1 معانا حطيت bracket، ونضلل الفترة من نيجاتيف 2 ل1 عشان نعبر عن مجموعة الحل. 36 ايضا عندنا double inequality 8 minus 3u less than or equals to negative 6 و greater than or equals to negative 10. عندنا 8 هحط negative 8 في 3 parts، ال 8 تكنسل negative 8 يبقى negative 3u less than or equals to negative 14 و greater than or equals to negative 18. عشان نتخلص من النيجاتيف اللي مع اليو تيرم هضرب في نيجاتيف 1، يبقى 3 يو غيرت الإشارة، 14 غيرت الإشارة، 18 غيرت الإشارة، ونغير الانيكواليتي نوتيشنز يبقى less than or equals to 18 و greater than or equals to 14. نقسم على 3 عشان نتخلص من الكوفيشنت اللي مع اليو، يبقى يو greater than or equals to 14 over 3 و less than or equals to 6. نعدل اليو greater than or equals to 14 over 3 و less than or equals to 6. طبعا 14 over 3 قرب ال 5، 15 over 3 ديني 5، هي أقل من 5 شوية. نكتب مجموعة الحل على شكل interval من 14 over 3 ومعانا تل 6 وال 6 معانا استخدمت brackets. نمثل على number line إني قال لي graph من negative infinity لل infinity، آدي الزيرو مثلا 4 هنا و 5 و 6، ال 6 معانا
استخدمت براكت اكتر من الفور شوية واقل او شويتين واقل من الفايف هنا مثلا، وبرضو براكت، والقيمة دي اشاور عليها وكتبت 14 over 3. الانترفال بين القيمتين معانا، فضللت عشان ابين مجموعة الحل.